بدايتي في اللعبة كانت في عمر تقريبا 8 سنين، وقت ما كان عمري 8 سنين، في نادي السر، نادي الفيضة بالسر، هو النادي الأول. أخوي الكبير ماجد وفهد ووليد عبد الله كلهم كانوا يلعبون تنس، فهم الباب لي في اللعبة هذه. مجمل الميداليات اللي حققتها تقريبا 40 ميدالية ما بين محلية ودولية. دائما البدايات صعبة تكون لها طعم ما تنسي، يعني اللي أحس إنه لها طعم وإلى الآن أذكرها اللي هي بطولة الخليج لسنة 2015 تحت 15 سنة مع منتخب ذهبية الخليج فرق، هي اللي كانت يعني بحكم أنها أول ميدالية ذهبية دولية. فالمشاعر بعد تحقيق شيء هي يعني تقدر تقول هي زبدة اللعبة يعني. عموما دور الجامعة كان يعني جدا جدا فعال وجميل.